الاول قبل ما نختم بننعي وفاه شقيق الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، توفى، ان لله وانا اليه راجعين، يعني راجعون. وخالص التعازي من الاستاذ هاني العتال رئيس مجلس اداره اي تي سي للدكتور عبد الله جورج على وفاه شقيقه، للفقيد الرحمه، ولاسرته كل الصبر والسلوان.